ضعفت العقول من أبناء المسلمين من الطغاة المفسدين يظنون أنهم إذا مكنوا للبابا من إقامة القداس في جزيرة العرب ودعوه وبنوا له بيتا إبراهيميا أن هذا سيغير الإسلام كما غيرت اليهودية والنصرانية، لكن هذه الخطة فاشلة قبل أن تقع. الله ولا يمكن أن يتبدل هذا الدين، ولذلك هم إلى اليوم يتحقق فيهم ما كان في أسلافهم. فعداوة الله فيهم فهم أعداء الله من خلقه. كذلك ما يتعلق بعداوتهم للاقتصاد وإفسادهم في الأرض، فهم أكالون للسحت دائما، كلما استطاعوا أن يأكلوا شيئا من مال الناس بالباطل بالربات. انظر الآن المؤسسات اللي أقاموها أصبح مبنى الاقتصاد العالمي عليها. البنوك الربوية من أين جاءت؟ من هل هي من حضارة الرومان أو من حضارة الإغريق أو من حضارة فارس أو الروم؟ لا، إنما جاء بها اليهود. والدور الكازينوهات واليانصيب والسينمات والبيوت الأزياء من أين بنيت؟ من أتى بها؟ اليهود. ما يتعلق بالتأمين الآن، شركات التأمين من أين أتت؟ منهم اليهود. نعم. كل هذه أتى بها اليهود. فلا بد أن تكون الأمور واضحة وأن نضع النقاط على الحروف وألا نستحي منها. جزاكم الله. وكذلك النصارى كثير منهم اليوم ليسوا هم النصارى الذين كانوا. هؤلاء هم أشد الناس كبرياء. انظر إلى عنجهية أمريكا في كبريائها. صحيح. انظر إلى عنجهية الاتحاد الأوروبي، فرنسا، غيرها. هذه الكبرياء الموجودة فيهم. نعم. نحن متأكدون جازمون بحربين مع اليهود، أولاهما قبل نزول المسيح ابن مريم، قبل خروج الدجال، وهذه يحرر فيها المسجد الأقصى ويهزم فيها اليهود وتتجه بقاياهم إلى المشرق إلى إيران ويستقرون في إصفهان. فإذا جاء الدجال اجتمع عليه منهم 40,000 كانوا في مقدمته على رؤوسهم الطيالسة، ويرجع إلى احتلال الشام مرة أخرى، فيدركه المسيح ابن مريم فيقتله. هذه الحرب الثانية. وهناك يتكلم الشجر والحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولكن بناء على الوقائع الحالية، المستقبل القريب بالنسبة لمدينة القدس شيخنا كيف تجدونه؟ أنا أرى أن تحريرها سيكون مثل ما حررت غزة، فالعدو الصهيوني أهل الذلة والمسكنة، وجاءوا من أطراف الأرض ومشارقها ومغاربها يحلمون بالعيش الهنيء والراحة والسعادة، وقد وعدوا بذلك وعد بلفور. فلذلك إذا لم يتحقق لهم هذا سيرجعون كما رجع كثير منهم في الحرب الأخيرة لما أغلق مطار بن غوريون ووصلت الصواريخ إلى أطراف تل أبيب. رحل كثير منهم إلى روسيا وإلى أماكنهم الأصلية.